نفتح سنة مية على الشواية دي، شايفها؟ اه شايف الكلام، عشان الحاجات بس دي الحركات دي ما تلزقش. بس انا عارف ان انتم تفاصيل الشيف اللي انا بعملها قدام حضراتكم كتير دي على الشاشه، في بعض الناس تحبها وفي بعض الناس تقول لك يا عم انا مالي، بس صدقوني والله الحاجات دي مهمه جدا نتكلم عنها، اهم من الطبخ. الحاجات اللي حوالين الطبخ دي مهمه جدا، الشوايه، الطاسه، الحاجات دي كلها. طيب عندي حله سخنه، طيب شايف الكلام ده؟ حاضر والله، اديني. اه انا اسف يا فندم. ندى هانم. الو، ازيك يا شيف؟ اهلا بيك يا ندى، ازي حضرتك؟ عايزه اقول لك تسلم ايديك على كل الصوت الجميل اللي بتعمليه. ميرسي ذوقك يا فندم، ربنا يخليكي، طمني عليك، انت كله تمام؟ الجميله الله يخليك يا ندى، شكرا لذوقك. ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله. عاملين اكل ايه النهارده؟ النهارده احنا كنا عاملين ملوخيه ولحمه. الله حلو الكلام ده، احنا يعني بصره النهارده في ملوخيه عندنا احنا كمان. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم وبالهنا والشفا. عايزه طريقه الهمبرجر. افندم؟ طريقة الهمبرجر. الهمبرجر، حاضر يا فندم. أي خدمات تانية؟ لا شكرا. صباح العسل. ماشي الكلام، بشكرك، شكرا جزيلا يا فندم. طيب هرجع تاني، أنا آسف، اتفضل. هرجع تاني طيب يا فندم. رنا هانم. السلام عليكم. رنا صباح الفل، إزي حضرتك؟ الحمد لله، إزي حضرتك؟ يا رب تكوني بخير يا فندم. أنا بحب حضرتك جدا والله العظيم بجد، وحضرتك يعني بحب اتفرج على اكلاتك جدا وبتعلم منك حاجات كتير. اتشرف يا فندم والله يا رنا، ربنا يخليكي، تسلمي وتعيشي. والله حضرتك مش متخيله فرحانه ازاي اصلا انا بكلم حضرتك. مش زينا يا فندم والله، احنا يعني المكالمه عزه علينا والله، تسلمي وتعيشي. الله يخليكي. قولي لي بقى طبخ ايه النهارده بقى؟ ها؟ نعم؟ طبخ ايه النهارده ولا عندكم اكل ايه النهارده؟ انا شيف اصلا في بنها. انا الله أتنى. ده انت يعني صاحبه مهنه جامده بقى. ايوه انا اصلا. طب طبخ ايه النهارده برضه؟ كروان اكل. طبخ ايه النهارده؟ شيش طاووق. اه شيش طاووق قفل؟ ماشي كلميني تاني يا فندم، تحت امرك. طيب ترويقه سريعه كده، حالا والله هكون معاكم بس عايز اخلص الارنوب ده والتليفونات طول الحلقه انا معاكم والله. الارنب في ناس كتير تحبه جدا جدا جدا، وفي ناس كتير جدا تقول لك انا زهقت من طريقته. يعني ايه طريقته؟ اللي هو يعني خلاص بقى ثابت ومش عارف ليه، اما متحمر ليه، اما مش عارف ايه. طب ما تيجي ندلعه النهارده وندلع الارنب بشكل غير متوقع. ارنب عادي، بص الحاجات اللي عليه عامله ازاي، نرفع الليمون كده اهو. قال الارنب بس احب اقطعه الصراحه، يعني الوركين زي ما حضراتكم شايفين، الوسط والزندين بتوعه او الكتفين، والامور واضحه وما فيهاش اي صعوبه خالص. فلفل اسود الاول على وش ارنوب. تمام، ومعها كمان سنه ملح. ماشي الكلام. انا في زعتر عندنا، اه عايزين زعتر كمان حالا، هجيب انا الزعتر من عند الباسكت و اجي كده اروح ملمعه بسنه زيت على ما الطاسه بتاعتي بس ايه تخش عليها الزبده. اه شايف سنه الزيت دي اهو. حالا 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 حط ده وثانيه الزيت على التتبيله والزبده هنا اهو، شايفها يا باشا؟ اجي اخد عندي الارنوب اللطيف ده واروح مديله. نسيت اقول لكم تعفير بابريكا. ليه يا سيدي؟ هنشوف. اللي هو الفلفل الارنؤوطي اهو، وانزل بالزبده كده، شايف الكلام اهو؟ تشويح بالزبده وملح وفلفل، سن البابريكا، عايز ادي لون حلو وكاني محمر، وانا مش هحمر تاني خلاص، انا هسوي تسويه واحده اهو. الجزر والبوكي جرنيده هجمعهم على جنب وهكمل بقيتهم بايه، مثلا قرفه، ورق جار، بص مستكة شايفه اهو اهو، عشان اعمل مرقه حلوه. وبص كمان قاعد مرقه خضار، ركز معايا، فلفل حصى كله على القطاعه، كبه صيني. طب عايز اعمل مرقه حلوه تست كويس افندم. انا اسف معلش مأخر الناس شويه، انا اسف. ها حلا هانم. اهلا يا شيف. اهلا وسهلا ويا سهلا يا اهلا، ازيك يا حلا يا جميله؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا قمر؟ الحمد لله كله تمام. انت عندك كام سنه؟ عندي 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ؟ الحمد لله. يعني كله تمام؟ اه انا بحب حضرتك جدا يا حبيبتي، وانا احبك جدا والله، واسمك عاجبني جدا يا حلا والله. شكرا يا قمر. حبيبتي يا جميله يا قمر، اؤمريني امر. انا كنت عايزه اشترك في برنامج الشيف الصغير. يا سلام، ده تنورينا والله. حاضر، بس انت عارفه طبعا احنا واقفين اليومين دول عشان بس موضوع الكورونا، صح كده؟
ان شاء الله اول ما نرجع ان شاء الله تنورينا وتشرفينا انت وكل اصحابي واصحابك ان شاء الله. حاضر يعني. اي خدمات تانية يا حبيبتي؟ لا شكرا. صباح العسل. شكرا جدا ليكي حالة يا جميله. ميه سخنه حالا. شوف بقى اللي حطيناه ده كله، خدت بالك؟ بسم الله اوعي تغشنا. بسم الله بسم الله. شوف الكلام ما شاء الله. شكرا. خلاص خدنا الصدمه اللي احنا عايزينها، خدنا اللون زي ما حضراتكم شفتوه وكأن حمرنا كل حاجه. وادي عندي بص المنظر، شايف اللون اللي قصدي عليه ده من البابريكا والزبده. انا ثابت اهو والله. انت بتثبتني في شارع؟ اثبت يا علاء. ايه يا عم في ايه يا عم؟ كلمنا كده يا عم في ايه؟ تخدوني ليه؟ بص المنظر ما شاء الله. وي فص المستكه هيدي نفس حلو قوي. الخضار بتاعي موجود، الكرفس، البصل، الثوم، كل حاجه تمام التمام، وحبهان وكل حركات نفسنا فيها كلها. خلصنا الكلام ده كله، راح اعمل ايه؟ مغطي وسايبه يكمل تسويته. طيب ايه اللي بعده؟ هند هانم، مش اخرك خلاص. اهلا وسهلا، مساء الخير. صباح الفل يا هند، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ؟ يا رب تكون بخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانتوا بخير وسعاده يا رب وصحه. وسنه هجريه مباركه عليك علينا وعلى كل الناس يا رب. كلهم يا رب. تسلموا وتعيش يا فندم. على فكره يا بخت اللي بيدوق حاجه من ايدك يا شيف. ده شرف ليا يا فندم، ربنا يعزك. حضرتك مبدع دايما والله. بشكرك يا فندم بكلامك الجميل، شكرا على ذوقك والله. ربنا يعز حضرتك. الله يخليك. اولا انا يعني طالبه من حضرتك تقول لنا انواع مختلفه من الكفته. الكفته؟ حاضر. اه ماشي. وانا بقى مبسوطه قوي ان حضرتك هتعمل طريقه النهارده لكبده الفراخ عشان انا ناويه اعملها. يلا بقى، بص انا هعملها النهارده مع رز، يعني هعمل رز بالكبد. تمام. والقوانص بس مقطعهم تقطيع يا رب تعجبكم، وهنسويها برضه بتسويه ان شاء الله تكون لطيفه وقرفه وحركات وبتاع. ماشي. يسلم ايديك يا شيف. ربنا يخليك يا فندم. ربنا دايما يحسن لك كل اعمالك ويرفع قدرك باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جدا لكلامك وعلى راس المكالمه. صباح الفل. شكرا. شكرا يا هانم، شكرا. طيب هنعمل ان شاء الله في الحلقات اللي جايه حلقات كفته بشكل او طريقه عمل كفته بشكل مختلف. وتعالى نشوف. نعم احنا كده ايه، ثانيه بس كده عشان انا عايز اقفل الحته دي بالمره عشان النار. ايه حاضر. طيب ما نيجي نخش على الرز واطلعك فاص، ايه رايك؟ او اخش على الكبد بس عشان ايه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، هي والقوانص. طيب طاسه عاديه، طاسه عاديه اهي، طاسه يعني اي حد يجيب الطاسه اللطيفه دي زي الفل. حط فيها الطاسه دي حبه زيت شويه، اه شايفهم مش كتير، وارفع المايه دي الناحيه الثانيه او المرقه اللي مضايقه المخرج، يعني سايب البرنامج كله ومتضايق من المرقه دي عشان الحله طويله ومضايقك، انا عارف حاسك. الحله دي هشتغل بيها الرز. سخن بس الاول نارنا. ماشي. التجهيزات دي فيها ميزه وفيها عيب، يعني تلمسها سنه ميه ولا بتاع تشيل حركه الدنيا كلها. فاضل عندي الفراخ في الفرن، عندي سؤالين ثلاثة عايز أجاوب عليهم بالمرة عشان بس إيه ما ننساش. البرجر بنجيب أو بنروح للمكان اللي هجيب منه البرجر، لو في السوق مكة أو في اللي عند الجزار، بقول له أنا عايز حتة لحمة لو سمحت للبرجر. عكس الكفتة، الكفتة بيبقى فيها نسبة دهون بما يعادل من 30 ل 40 عادي جدا في المية. والبرجر في بعض الناس بتعمل برجر من لحم الغنم، انا بقول لا خليه احسن يكون بيف برجر او برجر بقري، لان لو عملت لحم الغنم هيقلب معاك كفته. ده عادي جدا ويسيب منك في الطاسه وكل، لان في نسبه دهون كتير والدهون دي ما بتتحطش على الطاسه، لازم تتشمع على الفحم. نرجع للبيف، احسن حاجه بجيب عندي نص كيلو لحم البقري اللي هو مفروم فورمه كويسه، وش او وشين بالكتير، وببدا انا ما بحبش احط في البرجر بصراحه بصل وتوم وبقدونس وكاتشب ومش عارف ايه. البرجر حته لحمه نظيفه كويس قوي، تاخد ملح تاخد فلفل تتكور كويس جدا، تتبطط سنه كويس قوي، تخش الثلاجه او الفريزر تتشمع، تطلع على النار وزي الفل. معاها بقى تحتيها بنحط بقى عندنا الخيار المخلل، نحط عندنا البصل الفريش، نحط عندنا الطماطم، نحط عندنا كل اللي نفسنا فيه، واهم حاجه اللقمه تكون كويسه. الكبده برده، جبنا نص كيلو كبده ايا كان حجمها او ايا كان نوعها، غنم او بقري، بس ده برضو الافضل يكون فيها بقري عشان تكون الشريحه كبيره شويه، والسلايز ما يكونش تخين للدرجه ان يضايقني في الشوي في التحمير. السلايز التخين ده بس بتاع الشوي اللي يستحمل النار او الشوايه. قطع رفيع جدا، بجيب عندي بوله فاضيه بحط عندي فيها سنه كزبره ناشفه، سنه ثوم مفروم من غير زيت عشان احطه عندي رده ما يبقاش فيه فراغ او ما يبقاش فيه يعني ما يسيبش الرده ما تسيبش الكبده.
وبحط عندي فص الثوم زي ما اتفقنا، ميه البصل، عصره ليمون، ملح، كمون، سنه شطه صغيره، وبقلبهم مع بعض كويس جدا. واجيب عندي كوبايه رده كبيره بفردها على طبق يكون كبير، وابدا ابطط كويس جدا وادخلها عندي الفريزر تتشمع شويه في زيت غزير، وبحمر وبالهنا والشفا. طريقه الارانب، جبنا الارنب عادي جدا، ملح وفلفل، شوحناه بالزبده، وبعد كده نزلنا عليه بحبه الكرفس على الكرات، على الجزر، على البصل، ورق الغار، كل البهارات او كل الخضروات العطريه المهمه جدا نحطها في سلق الارنب، زي سلق مثلا الديك الرومي او سلق الطيور عامه بحطها، وبضيف عليها كمان حبه بهارات زي القرفه الخشب، لو فص مستكه عشان اخد مرقه كويسه اعمل بيها ملوخيه زي حضراتكم شفتوها، وكمان عندي ورق الغار. تعال نطلع الصينيه في الفرن ونشوف شكلها عامل ازاي بعد ما خلصنا بقى الوراك المحشيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، نطلع بيها على طول على المائده زي ما هنا كده اهو. شوف الكلام، شايف الصوص بتاعها منها فيها عامل ازاي؟ وزي ما اتفقنا هي مش محتاجه مني صوص طماطم، احط لها طماطم واحط لها مش عارف ايه، انا عايز امشيها النهارده الصراحه بنفس الفكر اللي حضراتكم شايفينه دوت، تكون خفيف خفيف كده كده اهو بالشكل ده. شايف المنظر؟ الصوص بقى على الوش كده مع الرز الابيض مع الرز بالكلاوي، ايا كان الموضوع زي ما حضراتكم شايفين بشكل يكون سهل. بص شايفين الصوص؟ البطاطسيه عامله ازاي؟ وبالهنا والشفا. دي كانت حلقتنا النهارده مع حضراتكم، يا رب يكون الموضوع كان فيه حاجات تكون لطيفه، الاكل يكون مظبوط مع حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وفي حلقه جديده، والسلام عليكم.